أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فإن كتاب الله تعالى قد أرشد إلى أن الإنسان واقع بين ضغطين وبين سببين من أسباب الضلال والزلل، وهما سببان قويان يعمان كل البشر. أولهما تمسكه بالجهل الذي يظن أنه حقيقة وعلم ومعرفة، ووقوعه تحت ضغط الهوى والتشهي. فهذان عاملان كبيران كانا سبباً في زلل الإنسان وفي ضلاله. والقرآن لا يتحدث في هذه الآية حديثاً عادياً، بل هو حديث يتوجه إلى النفوس الكبيرة، إلى العقول الكبيرة، ليبين كيف زلت البشرية وكيف ضل الناس. فأول أسباب الضلال الوهم الذي يتصوره الإنسان حقيقة. ولا أريد أن أكثر الحديث في هذا الذي تحدثت فيه، وإنما أذكر أننا مثلا في العصور الأخيرة أو في المدة الأخيرة صرفت البشرية أموالا طائلة وجهودا كبيرة غير معقولة. هذه الجهود الكبيرة التي دفعت في الأرض كلها من أجل مناصرة فكرة، هذه فكرة جاء بها رجل قال إنه اكتشف ميكانيزم التاريخ، وتحدث عن صراع الطبقات، وتحدث عن شيء اسمه المادية التاريخية، وحاول أن يفسر بها التاريخ. فزج بالناس في صراع الطبقات. كان هناك حديث عن إلغاء الملكية الفردية، كان هنالك تجارب كثيرة. هذه التجارب في الحقيقة سوقت إلى الناس بالإغراء تارة وبالإرهاب تارة أخرى. وكانت الشيوعية هي هذه الموضة الكبيرة التي من لم يكن عليها فهو متخلف ورجعي وظلامي. وقع ما وقع عبر سنوات طويلة، تقريبا 70 سنة من تدمير الإنسان، كل ذلك من أجل خدمة فكرة هي الشيوعية. ثم بعد ذلك سقطت الشيوعية وتهاوت من نفسها، لأنها لم تكن مؤهلة للحياة، لأنها كانت مثالية. هي كانت ضد المثالية، ولكنها هي كانت مثالية، لأن الإنسان له حوافز أخرى وله عوامل أخرى تحكم مسيرته وتحكم تصرفاته، ليست هي بالضرورة هي ما قاله الإنسان الماركسي. كانت هناك نظرية أخرى مثلا، هي النظرية الجنسية التي تجعل الجنس هو الباعث والفاعل في حركة التاريخ كله. ونحن نعلم أن فرويد قال بهذا، وقال بالمراحل التي يكمن فيها الجنس ابتداء من، ويتصور أن الإنسان يمارس الجنس ابتداء من مرحلة الرضاع، حينما يرضع الطفل يكون يرضع حلبة أمه، يكون يتلذذ جنسيا، ثم يرتفع إلى مرحلة أخرى هي مرحلة مداعبة الشرج والأعضاء التناسلية، ثم مرحلة أخرى في المراهقة يمارس الجنس مباشرة. ويرى هذا النظرية ترى أن الإنسان واقع تحت إكراه الجنس أو جبرية الجنس إن شئنا. هذه النظرية أعطت ما أعطت من 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 استصغار الإنسان واحتقار الإنسان وموت إرادة الإنسان لصالح قوة الجنس. ولذلك فتحت هذه النظرية على الناس بابا من الشر كبيرا. كانت هناك نظرية أخرى، نظرية داروين، وهي نظرية من النظريات التي سوقت وقربت إلى الناس بشكل كبير، وكان من آثارها وكمن نتائجها البقاء للأصلح للأقوى. ولعل من أكبر تجلياتها التي كشف البحث بعد ذلك عنها هي النازية. إذا النازية تقول بالجنس الأقوى الأصفى الأصلح للحياة،
وبالتالي فكل الأجناس الأخرى يجب أن تدمر، كل الكائنات الأخرى، كل البشر الآخر يجب أن طبعا هتلر يقول بأنه كان معجبا بنظرية النشوء والارتقاء، نظرية داروين. لاحظوا أن هذه نظرية من نظريات ناس ربما الناس عندنا يقرؤونها على أساس أنها نظرية عادية، ولكنها وجهت حركة التاريخ وأحدثت ما أحدثت من الأخطاء الكبيرة في تاريخ الإنسان. ثم نظريات من هذا القبيل، نظرية دوركايم في سلطة المجتمع، وأن الشيء الذي يتفق على المجتمع والذي يتواضع على المجتمع هو الذي يعتبر الحقيقة. ولذلك تحدث الناس عن شيء اسمه القيم، وأن القيم التي يجب أن تكون هي قيم مجتمعية، وبعضهم كان يتحدث عن القيم الدينية، ثم انتقلوا إلى الحديث عن القيم العقلانية، ثم تحدثنا عن مجتمع آخر لا هو عقلاني ولا هو ديني. وكان بعض الكتاب من المسلمين العلماء جزاهم الله خير، منهم عبد الله دراز رحمه الله، الذي كتب في أن هنالك قيما، ما يسمى قيما عقلانية هو في الأساس قائم على عقلانية، على قيم أخلاقية. وقال عبد الله دراز في دستور الأخلاق في القرآن، وهذا كتاب مهم يقرأه الباحثون، يقرأه المسلمون ليرتقي تصورهم ومعرفتهم، لتحدث عن القيم الدينية التي هي أساس كل القيم. على كل حال كنا نعيش مجموعة من المعارك الفكرية التي يبدو للناس أنها نظريات عارضة، ولكنها في الحقيقة كانت مؤثرة. إذن كل نظرية جلبت على الناس نوعا من الزلل مناسب لأهلها ولمن وجهت إليهم. النظرية الشيوعية تعرفون أنها نشرت وسوقت ودمرت شعوب كبيرة، وقتل عدد كبير على أيدي كبار. تعرفون أن اقترنت الشيوعية، اقترنت دائما بالحديد والنار. ستالين قتل من قتل من الناس، فكان أحد سفاحي العالم. ثم نعرف ماذا وقع الآن في السنة أو في هذا الأسبوع، كان يحاكم أحد الخمير الحمر الذي يقال بأنه تولى إعدام أكثر من عدد كبير من الآلاف من الأشخاص الذين قتلهم شخص واحد من أجل الانتصار لهذه النظرية التي يجب أن يكون الناس عليها وأن لا يشك فيها أحد. وكان الناس يتجسس بعضهم على بعض ويتنصت بعضهم على بعض إن كان هناك قول يخالف هذه النظرية. لاحظوا كيف يتحدث القرآن عن الوهم، الظن فاسد الذي يسيء الإنسان ويجعل الإنسان ينزلق. نحن لا نستطيع أن نحصر كل هذه الأفكار المسيئة للإنسان والأفكار التي أدت إلى هذا الخلل، ولكنها أفكار كثيرة جدا أدت إلى هذا الأمر. الأمر الثاني الذي ذكره القرآن هو التسلط الهوى والشهوة والرغبة، وهذا أيضا يمنع الإنسان من الوصول إلى الحقيقة. في الإسلام حينما يربى الإنسان تربية إسلامية، على أي شيء يربى؟ دعونا من الأشياء التي هي وسائل، هناك أشياء هي وسائل في التربية الإسلامية، ولكن الغايات هي نفس الإنسان. حينما يتعلم الإنسان الإنصاف، العدل، حينما لا يجور، حينما لا يميل، حينئذ يكون قد فهم أو وصل إلى الغاية. لكن حينما يكون الإنسان جائرا، فإذا كان الشخص معي فهو مكفول وكل شيء يصدر منه فهو حسن، وإذا كان الشخص من طائفة أخرى ومرفوض مني فكل شيء هو عنده قبيح، وإذا لم تكن له سيئة يجب أن تختلق له. هذا من ليس منهج الإسلام، لأن فيه الحياز، فيه ظلم، فيه جور، فيه جور. ولكن حينما تتعلم أن تنصف عدوك، إن يكون الإنسان تعاديه، ولكن إذا دعيت إلى أن تقول فيه كلمة حقيقية فلتقول تلك الكلمة. فلكن نحن لا نعرف هذا في خطاباتنا الآن. نحن إذا اجتمعنا في مكان وقلنا إن شخصا ما وقعت لنا معه مشادة أو كذا، فكل يتجه في اتجاه واحد، ما كانش واحد يقول واحد كلام خير، هذا ما ينسوى شيء، لا كذا كذا أرى كذا، ومن لم يكن عنده شيء أضافه من نفسه، وهي يعتبرون أن هذا الشيء من بعد نضو يصلي صافي، نضو توضى لتوضى وصلي. هل هذا 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 ليس تديناً، هذا انحراف وعوجاج في نفس الإنسان.
فلنستطع أن نقول للناس الذين يعادوننا، الذين يخاصموننا، الذين يختلفون معنا، بأن فيهم إيجابيات. وهذا شيء كبير جدا حينما ينشأ عليه، خصوصا المسلمون. نحن لا ننتظر شيئا من غير المتدين. غير المتدين هؤلاء أصلا على انحراف، هم أصلا لا يعرفون الفرق بين الكذب والصواب، هم أصلا يعيشون بالكذب وبالافتراء. فلا يقال هذا، لا يستغرب من هؤلاء، لا يستغرب من هؤلاء، خصوصا إذا كان الإنسان ليست له علاقة أصلا مع الله، لأن ليس بعد الكفر معصية. ما حينما يكون إنسان كافرا جاحدا لوجود الله لا تنتظر منه أي شيء، فقد بلغ الذروة، قد وصل إلى المنتهى. حينما كفر بالله لم يعد بالإمكان أن تحاسبه على أي خلق من الأخلاق. إذن هذا الهوى الذي تحدث القرآن عنه أين تجلى في رفض الدعوة الإسلامية؟ أين تجلى؟ تجلى في أشياء كثيرة. تجلى في أن أناسا عرفوا ثم أنكروا. فحينما يقول الناس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بمعنى ليس لنا نحن موقف الرفض نهائي، ولكن لو أنه كان من مكة أو كان من الطائف، ولكن شرط ذلك أن يكون من العظماء لا من من الأشخاص العاديين، إذن هذا شرطهم. إذن لو جاءت النبوة لرجل في مثلا في درجة أمية بن خلف أو أبي جهل، ما كان لهم هذا الإشكال. هم لا يعيبون النبوة من حيث هي. إذن فمن هذا السبب كان الهوى هو المقياس، ورفضوا الدعوة الإسلامية لأنها يجب أن تكون دعوة نخبوية، أي لا يأتي بالنبوة إلا رجل من النخبة، إما من النخبة في مستوى القرى، وفي مستوى القرى أن يكون هو أيضا من العلية في القرية التي هي، أي لا يمكن أن يكون رجلا من عموم القرى، لابد أن يكون من القريتين العظيمتين وهما مكة أو الطائف. وإذا كان من مكة أو الطائف فليكن من نخبة أهل مكة أو من نخبة أهل الطائف. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من مكة، ولكنه رجل في الناس يعرفونه، ولكنه ليس هو الشخص العزيز المؤيد بالعصبة، ورجل يتيم عاش حياة اليتم كما يعيشها أمثاله، ولكنه كان يحمل الخلق العظيم. كان من حوله يشهد له بأنه موضع للرسالة، وأطهر رجل في مكة وأصدق رجل في مكة، ولكن كل ذلك لم ينفع. إذن هؤلاء جعلوا شهواتهم هو السبب، والذي جعلهم يعتقدون هذا أن هؤلاء أو يصرون على هذا هو أن هؤلاء أدخل عليهم أناسا من الأشخاص العاديين، فكانوا يدعونه إلى أن يطرد هؤلاء، أن يطرد هؤلاء الذين هم كما كانوا يسمونهم ويقولون عنهم لا تختلف روائحهم عن روائح الماعز. إذن فنريد أن تجعل لنا مكانا أو مجلسا يخصنا كعليا كأناس. هم تعرفون ماذا وضعت قريش؟ قريش كانت وضعت دارا للندوة، ولكن دار الندوة كان الناس يدخلونها بشروط. دار الندوة هي دار قصي بن كلاب من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان كل واحد يمكنه أن يدخلها من العبيد أو من العامة. كانوا يشترطون أن لا يدخلها رجل ولا يجلس لهم إلا من تجاوز في عمره الأربعين. ليس هذا كل شيء، لابد أن يكون من النبهاء من البارزين ليشارك معهم في مناقشة. إذن فهم أصلا نخبويون، فلا يمكن أن يتنازلوا عن كل هذه المكاسب النخبوية ليقبلوا بدين يأتي به إنسان يجمع حوله بلال بن رباح، ويجمع حوله العبيد، ويجمع حوله الأشخاص العاديين. فلذلك كان هذا هوى من الأهواء. هؤلاء اليهود الذين رفضوا الدعوة الإسلامية رفضوها لأنها كانت من غيرهم، فهم كانوا ينتظرون وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون سيأتي نبي هذا الزمان سنقاتلكم به قتال عاد وإرم، كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون للناس سيأتي هذا النبي، هم كانوا على انتظار، كانوا يمهدون الأجواء لهذا النبي. ولكن حينما جاء سبقتهم إليه العرب والعاديون ولم يكن من شعب الله المختار فرفض. إذن هذه كلها أشياء لا علاقة لها بجوهر الإسلام،
الإسلام ليس مرفوضا لأنه هو في ذاته خاطئ، الإسلام مرفوض لأن الرفض التبس بأهواء الناس، وهو نفس الأمر الذي يقع الآن للناس حينما يتحدثون عن الإسلام. ما المانع الآن من أن يقبل الناس بالإسلام في كثير من الحالات؟ هو نفس المانع. الأوروبيون ألفوا فيما سبق، ألفوا أن يكونوا في موقع هو اسمه المركزية، والآن يتحدث الناس عن المركزية الأوروبية، المركزية الغرب معناه هم مركز الكون. هذه المركزية نزلت إلى الأوروبيين ابتداء من الفلسفة سقراط وأفلاطون، هؤلاء كانوا يتحدثون عن مركزية غرب غيبية. سقراط كان يتحدث عن الشعوب وأن هناك شعوب لها عبقرية وهناك شعوب لها طبيعة استعبادية، أنها تقبل الاستعباد وتصلح للاستعباد. أفلاطون يقول هذا. إذن جمهورية أفلاطون هي جمهورية من هذا الفصيل، أي نخبوية، ولذلك لا يوجد فيها حتى الفقراء أو الضعفاء أو المجانين. هو أفلاطون كان يتحدث عن جمهورية، ولو كتاب معروف كتاب الجمهورية ليس فيه من هذه الفصائل أي أحد. ثم هم نظروا إلى الآخرين على أساس أنهم أتباع. هذه قضية مهمة جدا تتابع أحد الباحثين وكتب كتاب المركزية الغربية، كتاب مهم لأحد الكتاب عبد الله إبراهيم، كتب بشعب الله إبراهيم المغربي، كتب هذا الكتاب المركزية الغربية وتتبعه في الفكر الغربي كله، وامتداء من نواة الفلسفة اليونانية إلى فلسفة هيجل إلى النظريات الجديدة، نظرية إرنست رينان ومن على شاكلة ممن كانوا يرون تفوق الإنسان الغربي. ولذلك النازية نوع من أيضا من هذا التفكير. النازية كانت ترى أن ما حولها ما هو مجالات حيوية للنازية، أي الذي يستحق أن يعيش هو الإنسان الألماني، وما حوله إنما هي مجالات حيوية، فإذا احتاج أن يخترق هذا البلد فليخترقه، وإذا احتاج هذا الأرض فليخترقها، كل شيء لا قيمة له، القيمة هي للشخص. وهذه الأشياء موجودة بقوة الآن، لذلك هم يقولون إن القيم التي نصنعها هي القيم الحداثية. لما يتحدثون عن القيم الحداثية أو القيم الكونية، الآن ما حتى بعض المنظمات تتحدث عن القيم الكونية، هؤلاء يغالطون أنفسهم. بعض المنظمات الآن تحاكمنا حتى من ناحية الإسلام، ثم ما قلتوش الإسلام، ما ممكنش نحن نقبلوا نظام إسلامي ليس فيه مساواة مطلقة بين الرجال والنساء في الإرث، والقوانين أو المعايير أو القيم الكونية التي يؤمن بها العالم فيها المساواة. هل هذا الكلام صحيح؟ متى تكون القيم كونية؟ كونية هنا هذه عبارة مش صحيحة. الكون هو ما أعمل من العالم، الكون فيه الشمس والقمر وكذا، وما يقصدون أنها عالمية أي، ولكن هذا استعمال ولو أنه ليس دقيقا، ولكن هل هذه القيم التي نتحدث عنها الآن ونحاكم إليها ويحاكم إليها القرآن هي فعل القيم الكونية؟ متى كانت كونية؟ إذا كانت مجموعة من الأمم هي التي فرضتها في مؤتمرات معينة، هي التي مولتها، هي التي نظمتها، هي التي هيأت برامج عملها، هي التي استدعت إليها من تشاء، هل يكون هذا؟ نحن الآن لسنا جزء من القيم الكونية في بعض الأشياء، بعض القيم نحن نرفضها، نحن نرفض بعض الأشياء مثل الإباحية أو الحرية التي تعني الخروج عن الدين. نحن نقول حتى ما يسمى قيما كونية الآن هو متناقض مع ما يسمى، أي هناك تناقض بين القيم الكونية والقيم الكونية. أي لو أخذتم مثلا ما يسمى بالحرية، حرية أن تقول ما تشاء، وأن تتعرض للأديان، وأن ترسم الرسوم الساخرة، هذا أمر هو داخل في نطاق الحرية، وبعض الناس قالوا هذه حرية لا يمكننا أن نمارس رقابة على هذه الصحف وعلى هذه وسائل إعلام حرة في عالم حر. بعض الكاتبين كتب، وهناك كتابات ودراسات عن السند القانوني من القانون الدولي لمنع الإساءة إلى الأديان.
أي القانون الدولي الذي نتحدث عنه يوما ما، أي ابتداء من الميثاق، ميثاق الحقوق العالمي لحقوق الإنسان 48 إلى ما بعد، هذه المواثيق كلها فيها مواد تدل على حرية الإنسان في أن يمارس دينه وألا يعتدى عليه. وهناك وثائق ومواثيق أخرى 65 فما بعد تدعو إلى ترك الكراهية وإلى ترك الاستهزاء بالآخر واحتقار الآخر. إذن ألا يدخل هذا الاستهزاء بالدين والسخرية من تدين دين الآخرين في مناقضة حقيقية مع المواثيق الدولية؟ أي هذه المواثيق الدولية هي نفسها ترفض أن يصير. ولذلك اضطرت بعض المرات الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أشار بأن هذا المسار الذي تسير فيه البشرية هو مسار خطير لأن تدميرها. والآن تلاحظون أن كثير من وسائل الإعلام لم تستطع أن تمعن في ما كانت فيه. الرسوم الكاريكاتورية كانت ولكن أعطت نتائج سيئة. الرسوم الدنماركية أو المحاولات الأخرى التي وجدت هنا وهناك أعطت للفكر الغربي وللإنساني أن هذا لا يصلح منهجا، لأن هذا سبب من أسباب التوتر إلى النهاية. بمعنى حينما يريد العالم أن يحترب وأن يختصم فليسير في هذا الطريق. لذلك وقع التراجع من غير إعلان، ما كانش واحد يقول، ولكن ما كانش واحد غادي يرحب شي واحد يمشي يدير شي رسم ويقول له أجن. لأن كل الدول التي رحبت بهذا في نهاية المطاف اكتشفت بأنها خسرت. أي منذ متى كانت هناك آيات شيطانية وبريطانيا فعلت؟ ولكن هذا كان خطأ أيضا، لأن هذا هو الذي يؤجج تطرف فيما بعد. ما تسميه تطرفا أنت تستنبت جذوره وبذوره الآن حينما تجعل الناس يعيشون في حالة من الخصومة الدائمة. نحن نقول للناس إن الناس يتدينون وعليهم أن يتسامحوا وعليهم أن يتركوا الأديان. فنحن لا نسب أنبياء الآخرين ولا نقبل أن يسب أحد نبينا مطلقا، وهذا مسألة منطقية وعادلة. لا تسب ديني لأنني لا أسب دينك، لا تسب نبي لأنني لا أسب نبيك، لا تحقر نبي لأنني لا أحقر نبيك. وإذن هذا مسألة من باب التعامل مع معناه. أنا قلت لكم أن هذه القيم التي يسمونها قيما كونية هي نفسها ليست قول، هي قيم لفئات تفرض على العالم وتسمى بعد ذلك قيما كونية. لأن مفروض أن تكون القيم الكونية كيف تأتي؟ مفروض أن العالم اجتمع كله، كل العالم اجتمع أو معظم العالم واتفق على أن هذه القيم هي قيم كونية. طبعا هذا لم يتم، وبالتالي فإن الهوى الذي يحكم الآن رفض الإسلام هو ظاهر. أي لو أن هذا الإسلام كان دينا في قارة أخرى في أوروبا وكان الإنسان الأوروبي هو المتحمس لهذا الدين لكان هناك رأي آخر. أما أن نكون هذه الشعوب نسميها شعوبا فقيرة ومتخلفة ولكن هي في نفسها تحمل الإسلام، فهذا لا شك أنه يقف حاجزا. بالإضافة إلى أن هذا الإسلام بطبيعته، شوف، لا يوجد شيء سيبقى على أساس أنه دين إلا الإسلام. لماذا هذا؟ لأن الإسلام له أصوله الثابتة. نحن نرى أنك بعد الدعوات الآن للآن نحن نرددها الآن في الإرث وفي كذا وفي كذا شحال عندها في العمر ده؟ بعض الدعوات لها أكثر من 200 سنة وما استقرت في أرض المسلمين بعد. ها؟ بعض الدعوات هذا الشيء الذي نسمعه الآن بدأ قديما جدا، من حقيقة بعض الأشياء بدأت بعد في القرن 18، في بعض الأشياء بدأت بعد حملة نابليون على مصر. وهذه أفكار تخدم وتدعم وتقوى إلى غير ذلك، ولكن دائما هذا الإسلام يقول للأشياء هذا خطأ. الناس قد يصيرون في الخطأ. منذ متى؟ رفاع رافع الطهطاوي تحدث في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس. هذا رفاع رافع الطهطاوي من الأشخاص الذين ابتعثوا من أجل
أن يؤطروا حملة أو مجموعة من الأشخاص المبتعثين إلى أوروبا، وكان فقيها ولكنه حينما دخل أوروبا لم يعرف كيف ينظر إلى أوروبا، فقبل من أوروبا كل شيء بدل أن يقبل ويرفض، وكتب كتابا معروفا هو هذا تخليص الإبريز في تلخيص باريس، أي إخبار باريس، هذا كتاب تحدث فيه عن أوروبا كيف كانت، ثم انبهر بأوروبا. أوروبا كانت فيها إيجابيات، كانت أوروبا فيها إيجابيات الآن نقولها، إيجابية التقدم العلمي، التكنولوجي، البحث العلمي والجامعات، هذا نتمنى أن يكون عندنا مثل هذا في عندنا أشياء هي قاصرة في حياتنا لأننا لم نفهم ديننا أصلا. ولكن حينما نرى كيف الآن بعض، حينما تتابعون بعض مرات الأشرطة في حياة حيوان الآن بالليل بالنهار كيف يتزوج، كيف تتصور كيف يكون هذا الصبر، كيف يعيشون مع حيوان مثلا مع أفعى، كيف يصورون حياتها، كيف يتناسل، كيف يدخلون إلى هذا الشيء كبير جهد، هذا جهد نحن نقدره له ونقول هذا شيء كان يجب أن نفعل نحن مثله. هناك أشياء كثيرة جدا، تقدمهم التكنولوجي، قراءتهم، اهتمامهم بالعلم، نحن ليس عندنا اهتمام بالعلم، عندنا اهتمام بالدجل، بالتهريج، بالخرافة، نحن ننشر الخرافات، هم يقرؤون، أي ما يقرأه الإنسان الغربي هو الشيء لا يمكن أن يقارن بما يقرأه الإنسان المسلم العربي الآن، معروف بأننا في الحضيض من هذا القبيل، ما ننشره نحن الآن من صحف لا وجه للمقارنة. ربما تجدون الكتاب الواحد ينشر الآن في النسخة الأولى 5 ملايين، ثم في النسخة الثانية كذا ويقرأ، وهناك الكتب التي طبعت ونشرت 50-60 لغة ويعاد نشرها بشكل كبير، وهناك قراء وهناك أشياء، حركة ثقافية علمية نحن لا نعيبها عليه، ولكننا لا نقبل كل شيء. هذا الشخص لما ذهب بما من جملة الأشياء التي أعجبته قضية الرقص، ونظر إلى الأباريزيين يرقص الرجل مع المرأة يراقصها، ولكن قال هو إن رقص هؤلاء الباريزيين ليس كرقص الشرقيين، رقص الشرقيين هو رقص عاهر فيه آثار الشهوة والجنس، أما رقصهم هم فهو رقص نظيف. والشيخ مصطفى صبري، الشيخ مصطفى صبري هذا آخر شيوخ الإسلام في الخلافة العثمانية، وهو من واحد من كبار العلماء، وله كتاب في مجلدات، كتاب رائع، وهو موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، وله كتاب جيد في اسمه قولي في المرأة، وله كتابات، وهو من الأشخاص الذين واجهوا العلمانية في آخر في حينما قامت على يد مصطفى كمال، ومعروف آخر شيوخ الإسلام الشيخ مصطفى الصبري، ثم نفي. على كل حال هذا واحد من كبار العلماء، هو يقول ويعلق على الطهطاوي، يقول إن الطهطاوي يصور لنا أن الشخص، أن الأوروبي حينما يراقص امرأة ويخاصر امرأة يأخذها من خصرها كأنما يخاصر قطعة من الرخام ولا يتأثر، أي الأوروبي هكذا يتصور الطهطاوي بأن هذا الرقص الأوروبيين هو رقص نظيف، كأن هذا الإنسان لا يتأثر حين كان يخاصر امرأة فكأنما يخاصر قطعة من الرخام، هذا خطأ، هذا ليس صحيح، يعني رقصهم هم أيضا رقص أداء الفاحشة، وسكرهم حرام وأشياء، فلم يستطع هذا الشخص لم يستطع أن يميز بين ما هو جيد في حياتهم وما هو بل الذي احتفظنا به الآن هو الأسوأ، أي يصلنا الآن من السوء من هؤلاء أكثر مما يصلنا من الخير، بل إنك حينما تريد في بعض المرات أن تصل إلى منابع الخير لا تستطيع، حينما تريد أن تسجل نفسك أو تسجل طلبة في جامعات للبحث النووي أو كذا يحال بينك وبين ذلك، ولكن حينما تريد أن تنجز بحثاً حول الفنون أو حول الرقص أو حول فأنت الأمر سهل. إذن قلت بأن الرقص منذ 200 سنة تقريباً الناس يتحدثون عنه، وإلى الآن لا زال الناس يقولون بأن هذا لا يجوز، فهمتم معنى بأن الإسلام دائماً هو الذي يحتفظ بحقيقة الدين،
أما الآخرون فإن لهم وسائل في متابعة الحياة وفي الانصهار مع الحياة إلى درجة أن الدين يغيب أصلا في كل الديانات. إلى الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام له كتاب معروف وله سنة صحيحة وله أيضا شيء آخر وهو طريقة استلهام واستمداد الأحكام من الكتاب والسنة. وهذا الباب دائما أنا أنبه إليه أيها الإخوة، ليس الذي يتصور أنه يهجم على القرآن أو على السنة ويستنبط منها أحكاما بغير علم ليس شخصا يخدم الإسلام، هذا يؤذي المسلمين، لأن هذا الباب حينما يفتح سيفتح على الناس شر كبير. من أين جاء هؤلاء الذين قالوا إن على الإنسان مثلا إن الإنسان يمكنه أن يصوم وهو يدخن ولا يبطل صومه؟ من أين هؤلاء حاضرون الآن تعرفون هؤلاء من أين جاءوا؟ جاءوا من فتح باب الفتوى والاجتهاد بلا تأهيل. هناك تعرفون من هم الآن؟ طواحين، هناك بعض الأشخاص طواحين تنتج هذه النوعيات من الفتاوى الرديئة. وأنتم تعلمون أن بعض الصحف وبعض الجرائد لا تنقل إلا هذه الصحف، وهؤلاء يسمونهم فقهاء متنورين وأشخاص عصريين وحداثيين وأشباه، هذه كلها لا تغني شيئا. هذا مثل هذه الفتاوى مثل شخص مثلا في له علم التاريخ أو الجغرافيا أو الشريعة أصول يقول قولا في تشريح أو يقول قولا في مثلا في تخصص نووي وما أشبه ذلك، ما لا قيمة له. نحن الآن لو تحدثنا ونازعنا علماء الذرة مثلا في تخصصاتهم وأصبحنا نتحدث أمامهم نصير نحن أيضا مازلة. إذن فتخصصنا لا يسمح لنا بأن ومعرفتنا أو حدود ما نعرفه لا تسمح لنا بأن نقول قولا نافعا في الجيولوجيا أو في الفلك أو في البحوث النووية. لو قلنا شيئا لضع للناس وقتا، فنحن نعرف حدودنا، وإذا كنا نقول للآخرين نعرف حدودكم، هذا ليس فلو مهما حاولت أن تزكي هذا القول ستزكي الجهل، ستزكي الجهل. إذن بينت أن الهوى كان سببا من قواطع قاطع من قواطع الوصول إلى الإسلام، ولذلك على الإنسان أن يستبين هذا الأمر، أن يعلم أن الهوى يقطعه عن الوصول إلى الحقيقة، فليعود نفسه على أن لا يكون طوع هواه. مع الأسف الشديد نحن نكون الناس على خلاف هذا تماما، الهوى هو الذي يسود، بلا درجة أنك حينما تنحاز إلى شخص ويقال لك بأن الشخص فيه كذا وكذا 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 تصبح قادرا على أن تقبل كل شيء منه. شخص مثلا كان يعتقد شخصا معينا أنه قيل له فيه فيه فيه, فيه ثم رآه يسكر أشرب شوفوا يشرب، قل لا هذاك ما راش يشرب الله يهديكم توما، أنتم ترون هذا الخمر، إن هذه الخمر قبل أن تقع في فمه تتحول إلى عسل. أسيدي ما بغينا لا عسل ولا هذاك خمر، هذاك خمر وانت مكلخ وبنصلين عليه صافي. فإذا كنت تستطيع أن تبرر هذه المعاصي، هذا وقع في كثيرا، ولو جمعت لكم من هذه الأقوال أشياء كثيرة ترون أن الإنسان يكون قد فقد عقله، ما بقالوش العقل تماما بسبب ما؟ بسبب الهوى والمتابعة التي لا حدود لها لأقوال من هذا القبيل، في حين أن الإسلام يجعلنا موضوعيين، لا نتجنى ولا نتابع الهوى، لا ننساق مع الأهواء، وانظروا إلى الأشياء نظرة موضوعية. لاحظوا هذه الآية منهج رائع، منهج فعلا علمي، ومنهج في السلوك إلى الحقيقة. لو استطاع المسلمون أن يلتزموا هذا لكان الشيء الكبير، أي لتركوا الظنون والأوهام والخرافات والأشياء التي يستعلم حتى لا يؤسسوا عليها تصوراتهم، ولتركوا الأهواء، وحينما تزيل هذا وذاك تستقيم لك الرؤية
يقينا، ومن سوى هذا تبقى الإنسان يجرجر ويتصور أنه على الدين. وماش ما كاينش دين، كاين شيء، كاين أصول هذا الإسلام، كاين القرآن، كاين السنة، كاين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاين. شوفوا تصوروا الآن، أنا أقول لكم مسألة هذا. شوفوا الآن مجموعة من العلماء، أنتم ربما قرأتم في بعض الصحف، مجموعة من العلماء يشتغلون منذ سنوات في كتابة القواعد الفقهية، قواعد فقهية، وستصدر إن شاء الله. هذا ربما كاين مجموعة من العلماء مشتركين من العالم الإسلامي كله باش يكتبوا القواعد الفقهية، آلاف القواعد الفقهية. وستعتبر هذه القواعد مجموعة من كتب الفقهاء كلها، تعتبر معلمة، هنا يسمونها معلمة القواعد الفقهية، يشتغل فيها مجموعة كبيرة جدا. هذه القواعد يلا تضبط الإنسان لما يريد أن يتصرف في الفقه، كيف يفوت الفقه. هذو علماء ما زال يبحثوا عن القواعد، واحد ما هو لا علم ولا عرف هذا الشيء ولا كذا، وينعس حتى الصباح وينوض بدا يفتي، هذه كذا وهذه يجوز هذه لا يجوز هذه يجوز هذه لا يجوز، ويتحدث في عظائم الأمور، كي أمور دي العقيدة، فيضل الناس في العقيدة. وانتم تعرفون بعض الأشياء مدروسة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كلام كلمة يقولها الناس واحد في مجلس، الشفاعة مدروسة في علم العقيدة وفيها كتابات وفيها تحقيقات. فإذن لا يجوز لك أن تتكلم في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حققت هذا الأمر، تنفي الشفاعة كما يفعل الآن بعض الأشخاص. هذا هو مذهب الخوارج، وأنت ترى أنك سني، أنت ترى نفسك سنيا، ولكن لأنك لا تأخذ الكلام ما أخذ العلماء فأنت تقول كلاما تخرج به عن، أي تقع به مع الخوارج من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري. والشيء من هذا الذي ذكرت له لكم فيه نماذج متعددة. إذن هذا الأمر هو الذي سبب الزلل، ولكن في المقابل يقول الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي المخرج من ضغط الشهوة ومن ضلال الظنون هو الهدى. إذن عندك سببان ومدخلان للضلال، وعندك سبب ومدخل للهداية وللوصول إلى الحقيقة، وهو الهدى القرآني. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هذا القرآن، هذا إذن يعطيك المنقذ والمخرج من السببين السابقين للضلال. كلام عن الهدى كلام طويل، سأذكر أكثره إن شاء الله في الدرس المقبل، ولكني أبين لكم مدخل ما هو الهداية، ما هي لها. هي في اللغة العربية وفي الاستعمال القرآني دلالات متعددة، منها دلالة أو معنى الدعوة إلى الشيء تسمى هداية، ولكل قوم هاد يدعو إلى الدين، لكل قوم نبي يدعوهم إلى الدين. فهنا هداية هي دعوة، لأن كلمة الهداية لاحظوا أيها الأخوة حينما نأخذها من آية واحدة، بعض المرات نأخذ آية واحدة ولا نجمع الآيات، نأخذ بجزء الحقيقة لا نأخذ بالحقيقة كلها. مثلا القرآن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ها؟ إنك لا تهدي من أحببت، وقالها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما تمنى هداية عمه، ولكنه قال له أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لاحظوا إنك تهدي، إنك لا تهدي، إنك تهدي وإنك لا تهدي، إنك تهدي إلى صراط مستقيم
إنك لا تهدي من أحببت. فإذا لم نتبين معنى الهداية لا يمكن أن نفهم هذا القرآن أو يقع لنا الاضطراب. فلا شك أن معنى هداية في قول الله تعالى إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو معنى غيره في معنى الهداية بمعنى في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. الهداية بمعنى التوفيق، التوفيق إلى الحق، هذه ليست لإنسان، هذه الهداية هداية التوفيق هي فعل إلهي رباني، ولذلك ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نفيت عن أمته كلها، العلماء والدعاة وكل الذين يريدون يتحركون في مجال الدعوة مشمولون بهذا الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكنك تهدي إلى صراط المستقيم. والهداية إلى صراط المستقيم أنك تدعو إلى صراط المستقيم. إذن فهذا لا تعارض بالآيات بين الآيتين، إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي إنك لا تعرف بهذا الصراط وتدعو إليه وتبشر به، صحيح، ولكن التوفيق من الله عز وجل، الهداية التي هي بمعنى التوفيق. ومن هنا قلت إننا لابد أن نضبط دلالات الهداية في القرآن لئلا نسيء فهم أي آية من الآيات القرآن، ونصنف الآيات التي نقرأها الآن بحسب هذا الفهم. أنت يوميا في كل لحظة تقول اهدنا الصراط المستقيم، بأي معنى أنت تطلب الهداية؟ فأي معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه كلمة كبيرة يكررها كل مسلم. ولكن إذا كان إنسان يطلب من الله شيئا لا يعرفه معنى أنه هو يعبث. تقول الله اهدنا الصراط المستقيم ولا نجي نقول ما معنى الهداية التي تريدها؟ كيف هي الهداية؟ كيف تريد هذه الهداية؟ إذن فهذا موضوع كبير في كتاب الله عز وجل لابد أن نعود به إلى حديث العلماء عن قضية الهداية. الهداية في الأصل كما قلت لها معنى الدعوة، لها معنى آخر هي الدلالة. دعنا من الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو الأنبياء يدعون إلى الله تعالى، يهدون إلى الله تعالى، ثم هناك معنى آخر هو أن يدل على الله عز وجل بكل أنواع الدلالة، يدل بقوله، يدل بفعله، يدل بحاله، هذه كلها أنواع دلالات من نوع آخر. إذن هذا معنى آخر من معاني الهداية هو غير المعنى الأول. والله تعالى جعل الأنبياء هداة، جعل الله تعالى الأنبياء هم أصل الهداية بمعنى أنهم يبينون ويوضحون. والهداية باستثناء هذا التقسيم لها تقسيم آخر رباعي أذكره إن شاء الله فيما بعد، ولكن أذكر الأساس في الهداية. في حينما نأخذ الهداية بمعناها الشرعي وبمعناها اللغوي يقول المفسرون إن الهداية هي الدلالة والإرشاد إلى خير بلطف، الإرشاد إلى خير بلطف. فالهداية هي إبراز للوجه الصواب للخير، هذا هو الخير. لأن الإنسان في بعض المرات تنبهم عليه السبل، خصوصا حينما يعيش في مثل عصرنا ترد عليه الخواطر،
ترد عليه الشواغل. أنتم تعرفون تعلمون أن الإنسان الآن لو أخذنا بيتا واحدا كم يوجد في البيت من تيار من دعوة؟ رجل يحضر المسجد وهو متأثر بالعلماء وبدروس العلم وبكذا، فهو يمثل تيارا، وابنه يمثل تيارا آخر. أي تيار؟ إما أنه تيار شهواني لا علاقة له بالدين أصلا، أو تيار ملحد منحرف عن الدين ومبغض له، أو تيار شهواني مادي من نوع آخر جنسي، أو تيار غارق في المخدرات ومتعاط لها ومنسحب من الدنيا. نحن لا نستطيع أن نحصر عدد التيارات، وكل تيار يدافع عن نفسه ويسوق بضاعته ويدعو إلى ذاته. فلو سألت إنسانا مثلا من الزنات هل سيسكت؟ هل سيقول بأنه مخطئ؟ لا، سيدافع بمنطق الزنا. الحياة يجب أن يعيشها الإنسان، الإنسان الشاب وكذا يجب أن يعيش حياته ويجب أن يستمتع ويجب ما قيمة الحياة إذا كان الإنسان هؤلاء الذين يذهبون إلى المساجد وناس مقموعون محجورون لا يعرفون قيمة الحياة، لا يعرفون قيمة معاشرة النساء، فتجدهم لا يسكتون. هل هؤلاء يسكتون؟ لا. إنسان آخر تجده يمكن مثلا أن يقول لك إنه الآن مضطر إلى أن يتعرى في الشاطئ، مضطر. لماذا؟ لأن هنالك أشياء، هناك حرارة، هو بوحده اللي في الحرارة، الناس قاعدة ما عنده في الحرارة، والحرارة جت غير هو، وهناك وهناك. في الحقيقة أنه يدافع عن كونه، أنا شحال مرة نقول له سهل قاعد سهل الحل، ما تمشيش قاعد تمشي الاجتهادات الطويلة والبعيد. شوف لما يأخذ الإنسان زوجته ولا بنته، ما زوجته ويرميها في هذا الساحل، هذا الناس عراة شباب يلبسون أقل ما يمكن ما يستر العورة، لباس البحر ماشي ذاك البحر حتى غير أقل ما يمكن للشباب بحيث أن العورة كلها تقريبا ظاهرة. قل واحد للسيد ما رأيك أنك كنت تدي مثلا هذيك البنت ديالك ولا الزوجة ديالك دخلت ديال الحمام مع الرجال؟ لطيفه 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 لطيفه، ورا بحال داك الشيء ملي كنتي راه ماشي ما كاينش فرق كبير بزاف. لو قول واحد الانسان يمكن شي واحد يزوجته يدخل الحمام مع الرجال راه بحال هكا ديك الرفته، ما يكون لابس غير بحال داك الشيء، صافي غير يكون حكوصه بيقول ما يحكوش، هذا الفرق. لكن لها شيء تلاحظوا، هذه صوره يستهجنها ويمقتها ويقول يا لطيفه لطيفه لطيفه، وهذه صورة يستحلها بأي ذريعة؟ حرارة. حرارة تبيح كل هالشيء؟ الحرارة تصلح تلها الحرارة تلها الشيء؟ بمعنى أن الإنسان فاقد للمعالم لطريقة التفكير. احنا ما نقولش بأن البحر من حيث هو ليس حراما، ولكن ما يرتكب في البحر هو الحرام. والآن يقول لك اسكت بالله عمك هذا كيما تعاود تهضر انت في هالشيء، لأننا هالشيء ما حسبنا فيه ولا حلال، ما عمره ما يرجع حلال، هذاك دائما حرام غادي يبقى حرام، لأن شريعة الله قاضية. الناس حينئذ العالمين يتدبروا أمورهم، يدبروا إلا بغاو البحر يدبروا له، ولا بغاو يخلوا لهاد الناس راه يديه صافي، ولكن ما كانش عدل، ما كانش عدل إلا داو فئة ديال الناس، قلنا غير أنتم سيدي وخلوا أصحاب الدين، أصحاب الدين ما داوش حقهم، وهذه من المساواة. هذه خصنا نتكلموا فيها المساواة، حنا متساويين، حنا شركاء في هذا الوطن، حنا غادي نمشيو للبحر، حنا بغينا نمشيو للبحر، ها؟ حنا باغيين نمشيو للبحر، ولكن ما يديوش شي واحد مجموعة ديال الناس، ديو أنتم غير أنتم اللي أنتم، لا حنا بغينا نمشيو ولكن نمشيو بشروطنا، نمشيو أخرين بشروطهم، ياك هذه المساواة، هذه ما داخلهاش المساواة، مازال ما نتكلموش عليها في المساواة. على كل حال، قلت إن الهداية هي الدلالة على الحق، على الحق وعلى الخير، ولكن بلطف. بلطف معنى بلطف؟ ما معنى اللطف؟ تعرفون بأن اللطف
لذلك دائما تكلموا على اللطف، حنا نردوا بمعنى الرقة، ماشي هي ماشي دائما اللطف بمعنى الرقة، وليت خصكم تضبطوا العبارات. اما انت لينا اللطف لطيف راه يسمى اسماء الله تعالى، من اللطيف؟ الله تعالى لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. اذا حنا كلمه ولكن حنا نتكلموا اللطف، كي نتلقى واحد الانسان السيد لطيف، من اللطيف؟ ابتسمنا ابتسمنا معاه صافي هذاك هو اللطيف، ماشي هذا المعنى ديالو. اللطف هو اجراء الاشياء برقه وبخفاء. مثلا انت الان ترى ان هنالك شجره نخله، نخله في بعض المرات ترى نخله مشات في الفضاء، مشات ما عرفناش شحال عندها من متر الفوق، شي 20 ولا اكثر ولا شي حاجه. بعض لاحظوا بعض النخيل الطويل ديال جنوب امريكا طويل جدا، وترى الخوص في راسه هذيك الجريد في لماعا في الشمس يلمع نظيف ها وفي حياه ماشي ميت حياه، فتقول ان هذا الخوص هذا الجريده يسقى يسقى يشرب. كيف يصله الماء؟ كيف؟ هل هناك جهاز آلات ومحركات ومضخات تنزح الماء وتأخذه من القعر ثم تصل به إلى ذلك المستوى؟ فهذا لا ضجيج ولا فرقعة ولا أي شيء، وإذا بالماء يصل إلى الأعلى في لطف. هذا معنى اللطف، أي أن الأشياء تأتي برقة وبيسر وبسهولة من غير أن تحدث أي ضجيج. رائع هذا المعنى الذي أذكره لكم الآن، رائع. ما تنظر أنت في الجسد ديالك، القلب يضخ يضخ هذا الدم، ويصل هذا الدم إلى كل جزء من أجزاء جسمك، ويصل إلى الدماغ، ويصل إلى الأقدام. كيف يصل؟ ما هي الشرايين؟ كيف يتم ذلك؟ أعجوبة، هالشرايين هذه الأوردة عمليات ضخمة ومعقدة جدا، والإنسان قاعد هك ما أنا مع رسول الله يسول عن الإله، وكل هذه العملية يسول هل الله موجود أم ليس موجودا؟ عيب يسأل الإنسان هذه الأشياء هذا. ها؟ كل ما تقدم العلم أن تعرفوا أن الأشياء تأتي على هذا النحو، على هذا اللطف، هذا هو اللي يسمه اللطف الإلهي. وحتى لما نقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه، بمعنى القضاء حينما ينزل بالإنسان كيفما كان، الإنسان يسأل الله أن يمر القضاء من غير أن يشعر. بحال واحد الإنسان كان فيه مرض وأجريت له عملية جراحية أجراها طبيب ماهر، ثم فتح عينيه فوجد نفسه أنه قد ترك شفي وأن المرض زال منه. هذا هو هذا معنى اللطف في القضاء، هذا معنى اللطف في القضاء. فهمتم من أنا؟ إذن في الدعوة فالهداية هي الدلالة بلطف، كل العلماء يقولون بهذا، أي إنك حينما تدل الناس على الخير تدلهم ولكن برفق وبلطف، فهذا يسمى هداية. بمعنى معنى هذا أننا حينما نقرأ هذا التفسير وهذا التعريف نتصور أن المسلمين في دعاء في دعاء في دعوتهم أناس طيبون وأذكياء وعقلاء، و بأن الدعوة تمضي عندهم بلا ضجيج. وفعلا هو هذا الأصل الشيء، الدعوة تمشيش بالضجيج، تمشي باللاتي، ولكن باش بالتخطيط بالرؤية البعيدة. كيف أوصل هؤلاء المجتمعات إلى أن يبتعدوا عن الإسلام؟ ما هي الأساليب التي فعلت؟ الناس اللي بعدوا المجتمعات عن الإسلام كيف وصلوا؟ إذن لابد أن تكون هناك وسائل وأساليب بديلة هي أيضا ترد الناس إلى الإسلام بالهدوء، ولكن بالأساليب. لما أراد الناس أن يزلوا هؤلاء المسلمين ماذا فعلوا؟ أول ما فعلوا جاءوا في خلال الاستعمار بمدارس الإرساليات،
ما كانش اللي هلك المسلمين قد هاد. تعرفون أنه في مصر جاءت جمعيات كثيرة وإرساليات كثيرة وأسست مؤسسات تسمى كانت مثلا جمعية الفرار فرار، وهذه استقطبت النخبة واستقطبت الذين بأيديهم القرار. ثم معروف أن هذه المؤسسات هي التي خرجت في نهاية المطاف أبناء من أبناء الوطن من صار يحرف البلد عن الدين. إذن إذا كان هذا هو الأسلوب الذي فعل، فهل يمكن أننا بغير هذا الأسلوب نرد الناس؟ هل عندنا دائما إحنا أسلوب واحد أن نجلس على منبر هكذا ونتحدث أو أن نكتب في جريدة؟ لا، هذا واحد من الأساليب، ولكن الأساليب الأخرى كيف تستطيع أن تجعل الشباب ينحرف وهو صغير؟ ما غير ما تدلوش درس، لا ما تدلوش درس، جيب لوليدتها كصغار ويأخذون ويجمعون في عطلة صيفية ودير لهم مخيم وفي أنشطة وفيه الرقص وفيه اختلاط وفيه 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 وتنسيهم الصلاة على حالهم البرنامج ديالهم ما فيش لا قرآن ولا شهر يكونوا لك انحرفوا تماما، شهر يكونوا تغسلوا يقولوا هذه حياة أخرى. احنا كنا في الدار ديال نبانا قلنا نصلي ونوضوا كذا، لما قالوا لنا لا تصلي ولا خل نوضوا صباح صفقوا كذا نجيبوا لكم الماكلة ديروا النشيد ديروا كذا. كيف فهمين؟ لما تأخذوا مثلا الآن عند الجانب اللي مؤثر وهو الإعلام أو الجانب الفني، ديروا مسلسل، قرأوا تبعوا واحد المسلسل ديال الحياة كما بغيتوا، حياة شي واحد يديروا فيه 30 حلقة كيفاش عاش وكيفاش كذا وقعت له المعاناة وكيفاش وكيفاش وكيفاش، لكن جالس كذا ناض في الليل الوقت، ناض في الصباح غادي يمشي للشغل ديالو ما فاقش بكري، ناض في الوقت وجهه في الساعة وتشوفه مهود مع الدروج فراس الصلاة ديال الصباح وفراس داكشي نساء، غادي يقول لك هذا هو الحياة الحقيقية. وتجي السيدة المحترمة ربة البيت باللباس تاعها كذا وتلغى الشغالة روحي باش تنظفي وكذا، والشغالة مسكينة تجي مغطية راسها، معنى أن هذاك تغطية الراس ما تلاقي الشغالات، عمر مولات البيت ما تكون ربة البيت وكذا تدير راسها، هي هذاك صنف الشغالات هما اللي يغطوا راسهم. هذه رسائل تمرر من غير أن احنا دائما نبدا نقولوا للناس نكونوا نائب مباشرين، أيها الناس فعلوا لنا الناس تفعلوا، الناس ما بقاوش يديروا كاع داك الشيء، حنا نقول لهم ديروا ولا ما ديروش ما بقاوش كاع يديروا بلا ذاتهم، صافي عياوا منها احفظوها. ولكن هم الآن يؤخذون بالطرق التي تذهب بهم في اتجاهات أخرى. ديروا له حفلة ديال وهم عيد الميلاد وجمع فيها شعبان ورمضان وخطلت كذا وتوصل لشي غاية من غاية، دير مهرجان من المهرجانات وتخلط، فهذا هو انت دير المحاضرة على راسك ودير الخطبة على راسك تتشبه. فلذلك قلت إن هذا المطلوب هو الهداية، أي الهداية هي الدلالة بلطف، أي أن يكون هنالك برامج ككل البرامج الموجودة، برنامج للناشئة للأطفال، إذا ما تهتميتوش بالأطفال ثم غتجيبوا حتى يكبروا وتنوضوا تردهم أبدا، خذ الأطفال لابد أن يجمعوا، لابد أن يردوا إلى المساجد، لابد أن يحفظوا القرآن، لابد أن تكون لهم منتزهات، لابد أن يكون لهم مخيمات، ثم تعيش أشياء عادية، ما تفرضوا عليهم حتى شي حاجة، خلوه عادي ما تلبس له شي حاجة ولا قشبة ولا حتى شي حاجة، خليه يعيش الإسلام، يعيشوا بصدق ويحب الإسلام بلا عنف، ماشي دايما كل ما يصلي خصو يكون كلا طريح، قبل ما يصلي خصو يسبق واحد الطريح، فدائما يرتبط له الصلاة بالطريحة دائما، هذه الصلاة صلى حتى كلا العمود عليها، الصلاة هي النتيجة الطبيعية للعمود، دائما عنده اقتران ما بين العمود وبالصلاة، احنا ما خصناش نبقاو نصلي بالعمود، خصنا نجعلوه يصلي بالعمود. فلذلك هذا كما قلت لكم يحتاج إلى ذكاء من خلال هذه القضية. أختم بهذه القضية، في يقال هذا في بعض القصص، هذا ماشي صحيح ولكن يستفاد منه أو قد يقع وقد لا يقع، أن رجلا له امرأة صالحة وتقية
وغاب هذا الشخص عن بلد عن بيته في تجارة ما، وكان له للزوجين ولد، فقضى الله بوفاته. شوف الولد، وما تعرفون ما معناه يعني حينما يكون الإنسان عنده ولد وهو الوحيد ويتوفى، لا شك أنه يصيبه كثير من الألم في بسبب ذلك الفقدان. فجاء الزوج، وطبعا في وقت العشاء تعشى وكذا، ويسأل عن الولد، تقول له واحد من بعد راه مازال بعد ناعس ولا شيء. ثم أصبحت تحدثه هذه المرأة، الولد مات في غيبته مات. قالت له أرأيت إلى هؤلاء جيران هنا، جاءهم جيران آخرون أناس آخرون فأقرضوهم شيئا، سلفوا لهم شي حاجة، شي جيران جاءوا شي واحد سلفوا لهم شي حاجة، شي أواني ديال الطبخ أو كذا وكذا وكذا. أيوة. ثم في ذات يوم جاءوا يطلبون ذلك، جاءوا يسترجعون الأواني، جاءوا ذلك الجيران قالوا مرض أعطونا الأواني ديال الناس اللي فينا لكم مرضنا. فغضب هؤلاء ورفضوا وأصبحوا يصرخون، قال لا سيدي ما نضركم شيء كذا. كيف بالك أنت؟ قالوا هذا حمق، هذا هؤلاء جاءهم أناس أودعوهم هذه الودائع فهي عندهم، لكنهم إذا أرادوا أن يسترجعوا يجب أن نرد لهم ودائعهم. كيف هؤلاء يغضبون لأن أصحاب الودائع استردوا ودائعهم؟ فخلته قررت هذا، تقررت. فقالت له يا هذا، بعد أن استقر هو قرر هذه الأشياء، قالت يا هذا إن ابننا كان وديعة من الله عندنا، ثم إن الله اختاره واسترد وديعته، فماذا تقول؟ أغلقت عليه تمام الباب، لأنه كان قد أجاب لنفس، هي نفس الصورة لكنها تحتملها أنت بيسر حينما تكون في الآخرين وبأمثلة الودائع والأشياء المادية، ولكن حينما رفعته إلى صورة أخرى وجد الإنسان نفسه محاصر، كان محاصر نفسه بنفسه، واعتبر بأن هذا وديعة، الولد وديعة أعطاه الله وأخذه الله. إذن حينما يصل الإنسان إلى هذا معنى، مش سهل باش يقبل به الإنسان، الإنسان هو عاطفة فيه عواطف، ليس سهل. ولكن هذه المرأة ارتقت به إلى أن يصل إلى هذه الحقيقة، هذه هداية. ولذلك قلت إن الهداية من هذا القبيل هي أن الدعوة والدلالة من القبيل هي الهداية. حينما قال الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، قال العلماء كيف يقول الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم والهداية تكون بلطف؟ هل هداية هذه إلى صراط الجحيم؟ قالوا إن هذا النص وهذه الآية خرجت مخرج التبكيت لهؤلاء. هذا ليس على وجهه، هذا القول ليس على وجهه الظاهر. ومثل ما تقول فبشره بعذاب أليم، العذاب لا يبشر به، ولكن من باب النكاية فيه أن يقال فبشرهم بعذاب أليم، والبشارة تكون بالخبر المفرح، ولكن هنا من باب النكاية بهؤلاء، وهذا أسلوب في القرآن معروف. إذن يبقى إن شاء الله أن نتحدث إن شاء الله عن الهداية ودرجاتها الأربع إن شاء الله كما هي وردت في القرآن الكريم، لنقول في نهاية المطاف القرآن، إذا نشوف كل هالكلام كله يعود على القرآن، هذا كل الكلام يعود على القرآن، أي إن القرآن هو الهداية، ولقد جاءهم من ربهم الهدى هو القرآن. هذا القرآن حينما وصفه الله بأوصاف، أول وصف أول صورة حينما تبدأ في المصحف هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذا الشك في المصدر ديالو ما كاينش، إن هو من عند الله، وغايته أنه هدى للمتقين. إذن هذه هي الوظيفة الأساس للقرآن. ما الذي يقع الآن؟ وهذا سأعيده إن شاء الله فيما بعد. ما الذي يقع الآن؟ الناس يقولون لك نحن مع القرآن كيف ما شئت، نقرأه، نجمل به المجالس،
نقرأه على الموتى، نقرأه نفتتح به الجلسات، نختتم به الجلسات، نزين به الجدران، نجوده تجويدا، نقيم له الندوات، نقيم له المسابقات، نتحدث عن المقامات، كل ذلك مقبول، إلا شيئا واحدا هو أن يكون هذا القرآن هو الهادي في حياتنا، فهذا لا نقبل به، وبالتالي هذا هو سبب الخلاف. الآخرون الآن لا أحد يقول بأنني أرفض القرآن، كيش واحد يقول نرفض القرآن، ولكن الذي يعطيك منهجا علمانيا يقول لك هذا القرآن مزيان، ونهار اللي يموت له باه ولو يمشي يدور على الطلبة يروحوا تقراوا لنا على بوانا، انت قاعد ما كان عندك علاقة مع القرآن، لا ضروري جيبوا لنا القرآن الطلبة، لأن باه صافي ما بقاش يخافوا عليه من القرآن، صافي غلقوا ودنيهم مشى لحقوا له شي شوية ديال القرآن غادي ما يخافش، ولكنه لا يقرأ القرآن على ولده، يقرأ على باه. علاش باه؟ باه لفوه في الكفن وربطوه وراه مشى يمشي للجهة الأخرى، ولكن ولده لا ما يقريش القرآن، يقري حاجة أخرى، لأن إذا قرأ القرآن ولده سيهتدي به. إذن إحنا ما بغيناش القرآن الذي يهدي، نحن نريد القرآن الذي نتزين به ونتجمل به ونجعله شيئا من التعاملات الاجتماعية لا أقل ولا أكثر، وهذا هو سر أو سبب كل ما يقع الآن من الشغب والتشويش على هذا. اللي بغيت قول له بغيتك ندير كاسيت ندير كذا نجود ندير كذا، يقول لك ما عليكش، لكن ماذا يقول القرآن في الربا؟ أوه وصلنا حتى للربا؟ لا أنا ما بغيناش نتكلموا على الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لا 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 ما تقولناش على هذا، لا يخليك، هذا قرآن واعر. أنا قلت لكم ديك المرة الناس تكلموا على إسلام مخفف لايت، إسلام اللايت مخفف، كاع حد شي ما يتكلمش في القرآن، ما يتكلمش هذا، ويتكلم اللي يبغى في الآخرة ولا في الجنة ولا في النار ولا في شحرة، ولكن نحن آمنا بالقرآن كله لا نستثني آية، والقرآن هدى من أوله إلى آخره، فمن قال سأهتدي بربع القرآن أو بثلث القرآن أو بنصف القرآن أو بأكثر القرآن لم يهتدي بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وضربت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.